مشاهدينا عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلمير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي ونبدأه بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد أن الأردن ضد محاولات مصادرة ممتلكات المسيحيين في القدس. الرعية المارونية في الأردن تحتفل بذكرى القديس شربل. الاحتفال بالذكرى الثالثة لقداسة الأم ماري ألفونسين. وفد ممثلي كاريتاس يزور مركز سيدة السلام. فارس القبر المقدس كرم مسيح يترجل للقاء الأب السماوي. أهلا بكم. شدد جلالة الملك عبد الله الثاني على أن الأردن ضد أي محاولات لمصادرة ممتلكات المسيحيين في القدس الشرقية، وأكد جلالة الملك أن المسيحيين العرب هم جزء لا يتجزأ من المنطقة وعنصر رئيس من هويتها، وأن حماية حقوقهم واجب على الجميع. من جانبهم أشاد أعضاء وفد مجلس الكنائس العالمي بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدوا أن المملكة تشكل نموذجاً مميزاً للعيش المشترك، مثمنين الدور الذي تطلع به في تعميق لغة الحوار بين أتباع الديانات وإطلاق المبادرات والحوارات التي تعزز قيم التآخي والتسامح والاعتدال. We do this to work for the unity among the churches, but also to work for the good relationship with other communities of faith, and also to address important issues together with international organizations like the UN, with the different governments in the world. نحن نعمل من أجل الوحدة المسيحية بشكل عام، كما نعمل من أجل تحسين العلاقات ما بيننا وبين الأديان الأخرى، وأيضا نعمل من خلال مؤسسات الأمم المتحدة للوصول إلى وضع أفضل في العالم. Jordan plays a very significant role in this region to work for justice and peace here and also beyond this region, and we think we will certainly continue maintaining the good relationships with the authorities and with the churches here. نرى بأن علاقاتنا مع الأردن حكومة وشعبا علاقات مميزة، ونتأمل باستمرار هذا التعاون في المستقبل. But also with the good relationship with the representative for Muslim leaders. For example, I've been working with Prince Ghazi on some joint Muslim Christian projects, and I look forward to continue that. نحن أيضا لدينا علاقات مميزة مع بعض العلماء المسلمين، وأنا عملت مشتركا مع سمو الأمير غازي في بعض الأمور وبعض البرامج التي تهم المسلمين والمسيحيين والتفاهم وجهات النظر المختلفة. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي الذي أقامته الرعية المارونية في الأردن احتفالاً بذكرى شفيعهم القديس شربل، بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجموع غفيرة من المؤمنين. إلى المزيد في التقرير التالي. بمناسبة ذكرى القديس شربل، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي في كنيسة مار شربل للموارنة في عمان. عاونه فيه كاهن الرعية الجديد المونسنيور غازي الخوري والأب سامر زكنون بمشاركة شياطقة الكنيسة الجدد. حضر القداس أبناء الرعية وحشد كبير من الإخوة المهجرين العراقيين، كما أحيت جوقة الكنيسة الترانيم خلال الصلاة بالليتروجية اللاتينية. بعد الإنجيل المقدس ألقى المطران الشوملي عظة تحدث فيها عن شرب المخلوف الإنساني والكاهن ابن لبنان، قبل أن يعلن البابا يوحنا بولس السادس قداسته في عام 1977، وعن القديس شربل الشفيع الحاضر في حياة الكنيسة وأبنائها. وقال إن الاحتفال بعيد القديس شربل في هذه الظروف الصعبة هو إضاءة شمعة في هذا الظلام الذي يشهده الشرق الأوسط والعالم اليوم بسبب التطرف والإرهاب، ودعا المؤمنين إلى التمثل بالوزنات التي وهبنا إياها السيد المسيح
وكيف نستثمرها ونثمر أعمالا صالحة ومقدسة، لأن الغصن الذي لا يثمر يقطع ويلقى في النار. فيسوع يريدنا أن نستثمر الهبات الروحية التي أعطانا إياها قبل قيامته، وسوف يحاسبنا عليها يوم الدينونة. دعيت هذا المساء للاحتفال مع رعية مار شربل في عمان بذكرى الشهرية لعيد وطلب شفاعة القديس شربل. أفضل مثال على شخص استثمر مواهب الروح القدس والمواهب الروحية هو القديس شربل. ومن المواهب أيضا أو من الوزنات أيضا هي طلب شفاعة القديسين. جئنا اليوم نطلب شفاعة مار شربل للمصلين، للأردن، للبنان، للسلام في العالم، لأنه مار شربل هو من القديسين على مستوى عالمي، وأيضا هو من كبار قديسين الشرق المسيحي. وفي ختام القداس شكر الأب سامر زكنون سيادة المطران الشومالي على ترأسه الذبيحة الإلهية والاحتفال معهم بذكرى القديس العظيم شربل، كما رحب أيضا بكاهن الرعية الجديد المونسنيور غازي الذي سيستلم رعيته في الأيام القادمة، كما قدم شكره لمكتب فضائية نورسات الأردن على متابعتها الدائمة وتغطياتها المميزة لنشاطات الكنيسة. نحن نشكر الله أكيد بهالذكرى يلي طلبها مار شربل من السيد نهاد الشامي حتى نحتفل بكل 22 شهر بذكرى مار شربل، وتقام الاحتفالات والقداديس بكل أصقاع العالم، كمان بالأردن وبالأراضي المقدسة وبكل محل عم تقام الصلوات والقداديس بذكرى مار شربل. وفرح كبير أنه يشاركونا عدد كبير من المؤمنين، وبالأخص من إخوتنا العراقية يلي إجوا وشاركوا بهالاحتفال. احنا بنشكر الله علينا ونتمنى أنه ربنا يشيل عنهم هذا الظلم وهذا التعب يلي واجهوه جراء التهجير والنزوح. فنحن بنصلي أكيد مع مار شربل حتى يعم السلام بهالشرق الأوسط، بأردننا الحبيب، بكل هالأماكن يلي عم تتخبط بالحروب. احنا بنصلي حتى ربنا يزرع سلامه، سلامه هو مش سلام العالم، إنما سلام ربنا في كل العالم. أمين. مساء الخير لكل مشاهدين تيلي لوميير ونورسات. أنا انتدبت حتى أتسلم مسؤولية رعية مار شربل عمان الأردن كل المملكة الهاشمية. فإذا لأول مرة بجي على الأردن، ولكن جاي بحماس، جاي بفرح، وجاي بقلب كمان منفتح للخدمة والرسالة. أكيد الرسول بيكون وين ما كان رسول المسيح، وخصوصا بالأردن، وهيدي الرسالة هي رسالة بتكون لكل العالم، لكل الكنائس، لكل اللي بيجي على الإنسانية وبيحب الإنسانية، لأنه مار شربل كان إنسان لأجل الإنسان لخلاص كل نفس. قامت الوفود المشاركة في مؤتمر اللاجئين في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط الذي عقد مؤخراً في منطقة البحر الميت بزيارة إلى مركز سيدة السلام، وحضر اللقاء غبطة البطريرك فؤاد طوال ومدير كاريتاس الأردن السيد وائل سليمان وجمع من الراهبات. واطلع الوفد الزائر الذي يمثل كاريتاس أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط على المبادرات والأعمال الإنسانية التي تقوم بها الكاريتاس تجاه المحتاجين من الأفراد والعائلات والأسر العفيفة من مختلف الجنسيات، كما التقوا خلال الزيارة عدداً من اللاجئين المهجرين المقيمين في المركز. على صعيد آخر، أطلقت جمعية الكاريتاس الأردنية مؤخراً حملة الشتاء لهذا العام والتي جاءت بعنوان محبة وسلام. وتأتي هذه الحملة التي تشمل نحو 10,000 عائلة أردنية محتاجة من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الأخوة اللاجئين السوريين والعراقيين، للتخفيف من الأعباء المعيشية
التي باتت ترهق الكثير من أسرهم. وتتضمن الحملة توزيع مدافئ كاز وبطانيات وحقائب مدرسية لطلبة المدارس وحقائب صحية خاصة بالنساء. اليوم نحن بزيارة لحديقة الرحمة بسيدة السلام. المجتمعين بالمايكراميد حبوا أنه يزوروا هذا المشروع، يطلعوا عليه، يلتقوا كمان مع العائلات العراقية من الموصل، ويحاولوا أكثر يدخلوا بصلب هذا الموضوع اللي انحكى بالمايكراميد عن الهجرة العراقية اللي وصلت من الموصل بال 2014. فاليوم كان هو عبارة عن زيارة للموقع، زيارة المشروع الكبير اللي انعمل بدعم من قناة البابا فرانسيس، ونفس الوقت اللقاء مع العائلات العراقية. طبعا احنا اليوم باليوم الاخير تقريبا من فعاليات هذا المؤتمر انبسطنا فيه كتير. هذا المؤتمر انه تعرفنا احنا كريتسات المجموعات المشاركة، تعرفنا على ناس جداد، لغات مختلفة، عادات مختلفة، ثقافات مختلفة، بس كان يجمعنا اشي واحد هو احنا بنحب الناس، وكنا منآمن بالإنسانية، وإن إحنا كلنا بشر، وكنا إنه نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات، وإنه التعامل بيناته عبارة قائم على الاحترام المتبادل وقبول الطرف الآخر بغض النظر عن الاختلاف العرق واللون والدين والجنس وجميع هاي الأمور اللي بتفرقنا. وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية. بمزيد من الرجاء بالحياة الأبدية، انتقل فارس القبر المقدس السيد كرم مسيح إلى أحضان الأب السماوي بعد حياة حافلة بالعطاء والإيمان. وقد جرت مراسم الجنازة والدفن في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين اطلاع العلي بحضور كنسي ومدني واسع وجمع غفير من أصدقاء الفقيد ومحبيه الذين قدموا من مختلف أرجاء الوطن. واستمع المصلون إلى العظة التي ألقاها سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، والتي تحدث فيها بإسهاب عن مناقب الفقيد. أحباءنا أهل الفقيد، أيها الإخوة والأخوات، بتأثر كبير نودع الوداع الأخير إنسانا نفخر بأننا عرفناه واستمتعنا بصداقته، إنساناً مؤمناً بربه، محباً لعائلته، مخلصاً لأصدقائه، ناجحاً في عمله، محباً للفقراء والمحتاجين، غيوراً على كنيسته، وكان فارساً من فرسانها. نرافقه اليوم إلى مثواه الأخير بعد صراع مع المرض تحمله بشجاعة وصمت. أخونا أبو أسامة، بينما تمثل الآن أمام محكمة المسيح الرحيم، نقول لك مع المزمور: إن الرب القدير بريشه يظللك وتحت أجنحته تعتصم. لا تخشى من هول الليل ولا من سهم يطير في النهار، إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في جميع طرقك. نطلب منه تعالى أن يجزي أخانا الراحل بما يستحقه في أورشليم السماوية. إخوتي وأخواتي، باسم بطريركية اللاتين ممثلة بالمدبر الرسولي، وباسم الأساقفة والكهنة وجميع الكهنة الحاضرين هنا من مختلف الكنائس، وباسم الشمامسة والراهبات، وباسم كاهن الرعية، وباسم رعية قلب يسوع الأقدس، وباسمكم جميعاً، نقدم صادق العزاء لزوجة الفقيد أم أسامة ولأبنائه أسامة ورمزي وسامر وفادي وإيهاب وكريمته لينا، وإلى أخيه وأختيه ولجميع الأنسباء والأقارب. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسمه مباركا. فضائية نورسات اللبنانية ممثلة بمديرة مكتبها الإقليمي في الأردن الدكتورة باسمة السمعان والعاملين فيه يتقدمون بأحر التعازي والمواساة من أهل مسيح الكرام برحيل عميدهم فارس القبر المقدس السيد كرم مسيح.
متضرعين من الله العلي القدير له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه مع الأبرار والقديسين. بمناسبة العيد الثالث لتقديس الأم ماري ألفونسين غطاس، أقيم في كل من كنيسة بيت الزيارة في دابوق وكنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين في السلط قداس احتفالي في ذكرى إعلان قداستها بحضور عدد كبير من المؤمنين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. تحتفل الرهبنة الوردية الأورشليمية المقدسة في 19 من تشرين الثاني كل عام بعيد القديسة ماري ألفونسين دانييل غطاس مؤسسة رهبنة الوردية المقدسة، وبتذكار السنة الثالثة على إعلانها قديسة على مذابح الرب. طوبى لك على الأرض وفي السماء يا أم اليتامى ومهد العطاء، طوبى لك على الأرض وفي السماء يا أم اليتامى ومهد العطاء، وهبتي نفسك لخدمة الرب فنلت محبة العذراء. بهذه المناسبة ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران لاتيني في الأردن القداس الاحتفالي في كنيسة بيت الزيارة للراهبات الوردية دابوق، بحضور البطريرك فؤاد الأطوال والسفير البابوي لدى الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن والأخت مشلين معلوف الرئيسة الإقليمية في الأردن، ولفيف من الكهنة الأجلاء والراهبات الفاضلات، وجمع غفير من المؤمنين، حيث أحيت جوقة ينبوع المحبة الترانيم خلال الصلاة للقديسة ألفونسين. وفي عظة القداس التي ألقاها سيادة المطران الشوملي بدأها بتهنئة الرهبنة الأورشليمية بعيد القديسة ألفونسين، شاكرا الله لأنه شاء بأن تخرج من مدينة القدس قديسة لنجد في سيرتها قدوة ومثالا وفي شفاعتها سندا لنا وحماية. وشرح سيادته عن حياتها وفضائلها العطرة التي عاشت في الأرض المقدسة وعن صمتها الذي كان أبها فضيلة، وأشار لتواضعها العظيم عندما سمت نفسها في مذكراتها بالفقيرة والحقيرة والعديمة الاستحقاق. إخوتي وأخواتي، نحتفل اليوم بقديسة نعتز بها، هي نموذج وقدوة لنا جميعا، نحن الكهنة والراهبات والعلمانيين على حد سواء. يريد الله أن يحقق فينا نحن أيضاً عظائم رحمته، ولكنه يريد منا أيضاً أن نكون أداة حرة ومرنة بين يديه. باسمكم أيها الإخوة والأخوات نقدم شكرنا لراهبات الوردية لهذه الدعوة الطيبة لنا للمشاركة في هذا القداس البهيج، ونسأل الله لهن كل بركة ونعمة وازدهار، فيواصلنا العمل الرائع والنبيل الذي من أجله تأسست رهبانية الوردية. وكل عام والراهبات وكلكم جميعا بألف خير. وفي ذات السياق احتفلت كنيسة انتقال السيدة للاتين في السلط بقداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب رياض حجازين بعيد الأم ماري ألفونسين، واحتفالاً بالذكرى الثالثة لتدشين المزار الوحيد للقديسة التي قطنت به لمدة عامين في السلط وتحديداً في قبو الكنيسة. في عظة القداس أشار الأب رياض بأن هذا العيد هو مميز لهذه الرعية
لأن صاحبة العيد هي من عاشت في هذا المكان الذي نحن واقفين عليه الآن. وأشار لعظة قداسة البابا يوم إعلانها قديسة عندما قال: لقد عاشت القديسة متحدة بالله كما يتحد الغصن بالكرمة لكي تثمر ثمرا كثيرا، هكذا هي القديسة محملة بثمار المحبة. لقد عاشت القديسة ماريا القونسين متحدة بالله كما يتحد الغصن بالكرمة لكي تثمر ثمرا كثيرا. وبالفعل لقد حملت القديسة ماريا القونسين ثمارا كثيرة، ثمار المحبة. القديسة ماريا القونسين كانت حياتها مغذاة بعلاقتها القوية بالسيدة العذراء، والتي أرشدتها وقادتها لكي تؤسس رهبانية الوردية المقدسة. فالعذراء هي التي طلبت من القديسة ماري ألفونسين قائلة: أريد أن تؤسسي رهبانية الوردية. وفي ختام القداس كرم الأب حجازين مجموعة من سيدات أخوية الكنيسة الذين أمضوا 25 عاما من البذل والعطاء في أرجاء الدير العامر. بهذه المناسبة حبينا نكرم ستات الأخوية اللي إلهم من 30 سنة وطالع بالأخوية ملتزمين بإكرام أمنا مريم العذراء وتلاوة السبحة الوردية. بهذه المناسبة جددوا عهد المحبة، عهد الوفاء لأمنا مريم العذراء، عهد إكرام أمنا مريم للأبد. ماري ألفونسين هي قدوة لنا ولجميع الوردية المقدسة حتى أنها تكون عبرة لنا في حياتنا من خلال أعمالنا، تقديماتنا اليومية، نظرتنا للحياة، نظرتنا للناس، إنه كيف نشعر معهم، إنه كيف نقدم حياتنا في سبيل سيدتنا مريم العذراء. يشار أنه في مثل هذه الأيام قبل 3 أعوام أعلنت ماري ألفونسين دانييل غطاس للعالم كله قديسة على يدي صاحب القداسة البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وأقامت كنائس الأراضي المقدسة قداديس شكر واحتفال بهذه المناسبة حينها. هذا وقلد غبطة البطريرك فؤاد الأطوال الدكتورة باسم السمعان وسام صليب القبر المقدس الذهبي وشهادة تقدير لجهودها في كل ما قدمته في خدمة الكنيسة في الأردن، وبالتحديد إنشاء وإظهار المكان الذي قطنت به القديسة حين قدومها لمدينة السلط عام 1887 ليصبح مزاراً مقدساً لينال الجميع منه البركة. أنت رمز العطف والحنان والمحبة طول الزمان، تشفعي لنا عند رب الأنام ليمنحنا البركة والسلام. يا قديسة ماري ألفونسين قدوة أنت للعالمين. قدم أعضاء الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن لعام 2017 استقالتهم، كما تم تعيين أعضاء جدد للأمانة للعام القادم، وذلك خلال قداس إلهي أقيم في كنيسة مار يوسف في جبل عمان. إلى التفاصيل. يا رب هبني عصما لأبني في الناس بيتا لك. في قداس إلهي أقيم في كنيسة مار يوسف بعمان ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، أثنى سيادته على جهود أعضاء الأمانة العامة للشبيبة المسيحية لعام 2017 بعد انتهاء مهمتهم التي أمضوها بعمل جاد وعطاء موصول. كما تمنى للهيئة الجديدة التي تم تعيينها للعام القادم التوفيق والسداد في مسؤوليتهم الجديدة التي ستستمر عاماً كاملاً.
وتحدث سيادته خلال القداس الذي حضره عدد من الكهنة والشمامسة والراهبات وأعضاء لجان الأمانة وأبناء الشبيبة عن المهمة التبشيرية في الكنيسة والفرق بين العماد والتثبيت، فقال: العماد يعطينا الروح القدس، والتثبيت يعطينا الروح القدس. العماد يعطينا المواهب السبع وبذور الفضائل الإلهية، وكذلك في سر الميرون. لكن هنالك فرق مهم، هو الفرق أننا نستلم الروح القدس في العماد لكي نعيش وفقا للإنجيل، بينما في الميرون نحن نعطى هبة جديدة من الروح القدس لكي نشهد بحياتنا أمام الآخرين للإنجيل. وبين الأمين العام للشبيبة المسيحية السيد علاء أبو خضر أن هذا اللقاء هو تقليد سنوي لتجديد الوعد أمام الهيكل لخدمة الشبيبة في الأردن بعد عام مليء بالنشاطات واللقاءات التي تكللت بفرح الخدمة. نحتفل بعيد يسوع الملك اللي هو عيد الشبيبة شفيعنا، نحتفل فيه بتجديد وعد الأمانة لخدمة الشبيبة في الأردن. الحمد لله لسه في شباب وصبايا في كنيستنا عندهم روح العطاء، روح الخدمة، والحمد لله تم تكوين وتشكيل أمانة عام 2018 لحتى نكون زي ما ذكر سيدنا المطران بعظته، لحتى نكون شهود للإنجيل اللي هو دستور حياتنا إحنا كشبيبة، ونعمل بحسب منهجيتها، انظر أحكم أعمل. السنة كانت الأمانة 30 سنة متتالية، واليوم بالكنيسة في تقريبا أكثر من 8 أمناء عمين سابقين. وجودكم معنا فرحة كبيرة وإشارة مهمة لإلنا إنه وجودنا في الأمانة هو خدمة للكنيسة، وما وجودنا هون إلا نتعلق أكثر في محبة الرب وفي خدمة الرب. مسيرة 30 سنة إن شاء الله بتكمل بهمتكم، بمحبتكم، وبغيرتكم على خدمة الرب وخدمة الكنيسة. ويذكر أن الأمانة العامة للشبيبة المسيحية تأسست عام 1987 بهدف خدمة الشبيبة المسيحية من خلال مجموعات شبابية منتشرة في جميع أنحاء المملكة عن طريق بث العمل الروحي والإنساني والوطني وعقد المؤتمرات والدورات والبرامج والمخيمات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعمل على تنشئة وتعزيز جيل ذي حضور فاعل في الكنيسة والمجتمع. بيسوع أنت الينبوع، بأسرارك تحيينا، تقدس كل الجموع. بهدف توطيد العلاقات الاجتماعية بين المجموعات الكشفية والإرشادية المسيحية في الأردن، أقيم في كنيسة الرسل للاتين في الزرقاء الشمالي قداس إلهي ترأسه الأب جوفاني الكاهن المساعد، بحضور الأب إياد بدر راعي الكنيسة والأخوات الراهبات وجمع من أبناء الرعية. ووجه الأب جوفاني في عظة القداس الكشافة باستثمار الوزنات والعطايا التي وهبها الله لكل واحد منهم، وكيفية تصريفها بالأعمال الخيرية التي تنفعهم في حياتهم الأبدية. برعاية الأخت ميشلين معلوف الرئيسة الإقليمية لراهبات الوردية في الأردن، أحيا المرنم الأردني فارس عباسي مجموعة من الترانيم الروحية في كنيسة بيت الزيارة لراهبات الوردية دابوق، بمشاركة كل من العازفين عمر سليمان وغسان أبو حلتم، رولا برغوتي وناصر سلامة، بحضور عدد من الراهبات وجموع من المدعوين. كما شاركت في نهاية الأمسية جوقة قلب يسوع الأقدس بباقات من الترانيم أضفت على الحضور جواً مليئاً بالروحانية والخشوع والإيمان. ارحمني يا الله، ارحمني يا الله، مريم الوجيعة أنت لي شفيعة، حالتي مريعة
حني علي مريم الوجيعة، حني علي يا عطش الأرواح، أرنا محياك قلبنا لن يرتاح إلا بلقياك. أنت خمر الطهر أمي، ولكن أشيد القلب مني، أنت الحب أنت العطر أنت فرحة أمي. لن يكفيني أن أعطيك عطر الأزهار وأهديك، ما هذا الحب يا مريم حب يحمي الأجيال، أم الله قلب دافئ فيه بحر الأمال. هيا مريم فانتصار القلب يمحو الأفكار، كي نلقى بك الرب رد فينا كي نلقى بك الرب رد فينا قلب الأطفال. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد أن الأردن ضد محاولات مصادرة ممتلكات المسيحيين في القدس. الرعية المارونية في الأردن تحتفل بذكرى القديس شربل. فارس القبر المقدس كرم المسيح يترجل للقاء الأب السماوي. أمسية روحية في بيت الزيارة للمرنم فارس عباسي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.